بسم الله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركاتي في فيديو جديد على قناتي. نحييكم كامل وين ما كنتوا، تحية خاصة، ربي يحفظكم ربي يخليكم لي ان شاء الله يا اعز واطيب ناس على قلبي. توحشتكم بزاف، توحشت نصور معاكم لي روتين تاعي لي فيديو تاعي. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير، ربي يحفظكم. وشكرا بزاف على التعليق تاعكم هذيك الطيبة. واش نقول لكم، كي نقراها فريمون راهي تشجعني بزاف بزاف باش نزيد نمد لكم وباش ما نغيبش عليكم. هنا البنات كيما راكم تشوفوا نوض الصباح، وجدت فطوري اليوم ان شاء الله. راني راح نغيب، راح يعني لدارنا، مي قبل الساعه انا نفطر وهي عيطت لي عجوزتي. المهم انا حنديكم معايا، وين نروح نديكم معايا. هنا نوض الصباح انا والزوج نتاعي، جانا كانت مازال ترقده، فطرنا، كان راح شرنا هذاك البريوش، شوفوا تاع السميد يهبل جديد، فطرنا به والحمد لله. هنا البنات بعد ما فطرنا غسلت المعنة تاع الفطور كامل، خليت هم هنايا يقطروا، مسحت لا طابل تاعي كل شيء. كان عندي هنا البنات القش مش نضيف المسخ، الوغ شوفوا السله راهي تعمرت. حطيت الماشينه باش دوك نغسلو ان شاء الله كامل. بالنسبه للغدا عندي يعني راح نسخن برك، مي انا البنات انا نفطر وهي عيطت لي جوزتي، قالت لي ارواحي باسكو راني رايح ندير البراج ومرت سلفي تما كامل. الوغ دوك نغسل القش برك ونوجد روحي ونلبس الجنجونه ونروح عند عجوزتي ونديكم معايا. اليوم البنات ان شاء الله راح نجرب هذا اللي كنت شريته هوبين برو، هذا اليوم راح نسييه دوك نشوف اسكو مليح ولا لا، لا يخرج القش، اذا الريحه تاعو هذيك المليحه تقعد في القش ولا لا. لا نسييه اكيد ونقول لكم اسكو مليح ولا لا. حاطيني هنايا شوفوا كيما راكم تشوفوا، كي يعود القش نتاعك مسخ بزاف تحطي زوج بوشونات، وكي يعود القش تاعك يعني نضيف يعني مش مسخ بزاف تحطي بوشون واحد. الوغ دوك نسييه ونشوف معاه كيفاش. بون البنات كملت القش، نشرته كامل هنايا تاع جانا نحطه فوق الفرنو، نشر فوق الفرنو وتاعي وتاع الزوج نتاعي ولا فراشات هكا نشرهم هنا في البالكون. شوفوا واش نقول لكم على هذاك اللي نغسل به القش اللي شريته جديد هوبين برو، هذاك عجبني وشوفوا في الريحه هايل. ميم ليطاش سييت القش يعني شفت وين اللي فيه ليطاش، كي حطيته لقيت هذيك الطاشه راحت، يعني راهو افيكاس البنات. هذا من الاستعمال الاول جاني هكا، من بعد منه هكا ما نكتبش عليكم، كي نزيد نسييه مره ولا زوج نقول لكم، مي الريحه ما عندي ما نقول لكم. خلى واحد الريحه في القش تهبل تهبل، انايا يعني نموت على البرودوي اللي يخلي ريحته في القش. الوغ دوك نشوف من بعد كي يشيح لي اسكو تبقى فيه الريحه تاعو ولا لا. لا وحدي هي العبد يسيي هكا ويشوف مع الحاجه وخلاص، انا نسيي كيفاش نعطيكم الحاجه اللي تكون مجربه ومليحه. بون نوليو منا البنات، راني رايحه نكون نسد الدنيا قبل ما نروح، باسكو كيما قلت لكم رايحه الساعه عند عجوزتي ومن بعد من تما نروح ديريكتومون عند ماما، باسكو ان شاء الله راني رايحه نقعد عندها يومين ولا. الوغ نحب كي نروح نخلي الدنيا نظيفه، تسيق الدنيا مسيقه، كنت سيقت البارح، راح غير نكنس دوكا نزيد نفرز هذا الماء نتاع الفطور كل حاجه نردها بلاصتها باش كي نروح نخلي الدنيا مفروزه وبروبر. هنا البنات وجدت قشي كامل، حنهز في الكابا قشي وقش جانا، جانا دوك نزيد نجيب لها لبسه خلف تاع الدار، هذا تقاشر مشطتها، هادو فوالا المخاد اللي حنديهم ماما باش تعدلهم لي، ساكي حطيت فيه حوايجي كيما راكم تشوفوا. بون دوك راني سخنت لهم الغداء، نروحو نتغداو برك ان شاء الله ونمشيو. الوغ البنات هنا سي بون وجدت روحي، دوكا راني خارجه، هزيت قشي هزيت التريبود تاعي باش نصور معاكم عند ماما. الوغ دوكا نكملوا لا فيديو ومن بعد ان شاء الله كي نوصل عند عجوزتي. هنا البنات كنا في الطريق رايحين عند عجوزتي، هي تسكن قدامي برك مش بعيده عليا، يعني كيما قلت لكم مشيه تاع ماكسيموم ربع ساعه، ما توصلش ربع ساعه يعني نكونوا وصلنا عندها. هنايا كانت انه قاعده تصب خفيفه برك، ماشي قويه بزاف بزاف. رحنا الساعه شرينا لهم البن في طريقنا ومن بعديتك رحنا للدار. هنا شوفوا وصلت، راني طالعه في الدروج، عجوزتي تسكن في الدوزيام ايطاج، امي دارنا في السانكيام، عجوزتي خير من دارنا يعني هما يسكنوا غير في الدوزيام ايطاج. الوغ هنا بعد ما وصلنا كي دخلت
فوالا دوك يجي ولد سلفي الصغير يجي عندي كي شافنا جينا. كما قلت لكم مرة سلفي تاني كانت لتما ولحقت على جوسي قاعده طيب في البراج يعني الحبات الاخرين. قالت لي ما لحقتيش، قالت لي كون صورتي من الاول كيف بديتو. قلت لها معليش نورمال، كيما شفتوا الصباح كنت معلقه شويه داك لوغ ما لحقتش بكري. فوالا طيبته كامل هنا يعطيها الصحه، وجا بزاف بنين ودينا لهم البن وتغداو به. وفي العشيه بعد ما كانت عند عجوزتي شويه هكا وتوانسنا وحكينا، في العشيه خلاص طلعت لدارنا. شفت عجوزتي تسكن في الباطيمات هذوك اللي من تحت ودارنا منا بعد، يعني قريبه ليهم خلاص دارنا تاني. طلعت على رجليا بك انا وجنجونا. كما قلت لكم راح نقعد عند ماما، هي مات هكا شويه باسكو راهي وحدها مرت خويا كما تعرفوا الفاكونس راحت هذا بهذا، مرت خويا راحت وانايا جيت لدارنا. الو بعد ما طلعت وريحت وقعدنا كامل في الليل، لقيت ماما عطاها الصحه يعني مديره العشاء، دارت شويه تاع الحماس وسلطه. ماما تموت على السلطه، عم بالكم هديه ماكلتها سناريه وبسباس مفورين والبيطراف. الو تعشينا والحمد لله وقعدنا نتوانسو. الحماس ثاني جا بزاف بنين يعطيها الصحه. كما قلت لكم هي تموت على السلطه وتشتي تاكل غير السلطه سورتو في الليل، يعني تفورهم كما راكم تشوفوا لهم لا فينيغريت وتاكلهم. هذه هي وكان هذا هو عشاءنا. هكا صورت معكم روتين خفيف باش كيما نقولوا ما ننساكمش وما نطولش عليكم. وبزاف تاني قلتوا لي كي تروحي داركم هكا صوري لنا معاك هكا روتين في داركم كيفاش ديروا كامل. الوغ ما حبيتش ننساكم وصورت لكم شويه شويه. وبعد ما تعشينا وكملنا قلت لماما انت روحي دي جانا ترقد باسكو غلبت بزاف، هرجت مع ولاد عمها وكامل. وانايا هزيت المعنات هادو تاع الكوزينه تاع العشاء اللي تعشينا فيهم واللي طيبت فيهم ماما كامل، غسلتهم كامل وخليتهم يقطروا اكوتي. وهذه هي وكان هكا فات نهاري، بديتو معكم من داري وكملتو في دار ماما. وهنا حبيت نخلي تحيه للملك من ام بواقي اللي تغشت مني، قلت لها دائما تقولي مسكينه خلي لي تحيه خلي لي تحيه، والله سامحيني ديما من ندير المونتاج ننسى مليون ما نسيتكش. خلي لها تحيه خيار الناس ام بواقي. ان شاء الله باك تفرجي لا فيديو هذا وتشوفي باللي راني درت لك التحيه. وهذه هي البنات بعد ما كملت كما شفتوا، زدت فوت على الكويزينيير مسحتها كانت نظيفه ماشي دايره بزاف بزاف هكا. وشللت هاد البلاصه كامل وغسلت هذيك الباثينه اللي جريت فيها الماعن وخليتها تقطر هكا البنات. هنا الكليراج شويه ناقص على هذه جات مظلمه شويه. الوغ هكا خليت الكوزينه نظيفه. هنا اديتكم تشوفوا طلع منا في الليل من دارنا، الدنيا كالم البرد ما كان حتى واحد. ولا خليت الكوزينه مفروزه ورحت شربت ميها ومن بعد رحت رقدت. هنا البنات كملت معكم لا فيديو تاع اليوم، نتمنى كانت عجبتكم، نتمنى كنت خفيفه ظريفه عليكم. ما تنساوش تخليوا لي جيم وكومونتير. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، بقاو على خير.